الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط الحادي عشر الخاصة بفتح الأبكار الحقائق من مسافة 3 كيلومترات، حاملة لهذا التحدي ومرحبة بهذه الشعارات الكبيرة، شعارات أبناء القبائل التي تواجدت هنا في عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أسير مباشرة إلى المركز الأول مع انطلاق صوغة حمد بن بخيت بن النوبي العامري الانطلاق الأول والاندفاع الأول، بينما المركز الثاني ثاني التحديات لو تابع هنا الأسماء القادمة، شواهين منصور بن سعيد آل سالمين المنصوري وصل شعار بن سالمين يصل على المركز الثاني، المركز الثالث هنالك من تتواجد على ثالث التحديات. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المدينة عتيق بن محمد بن عطشان الهاملي يحتل المركز الثالث، المركز الرابع الخزنة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، وخامس التحديات من وصلت في هذه اللحظات وانطلقت الشاهنية نصيب بن خليفة بن سعيد الخيل يتواجد على المركز الخامس، المركز السادس هنالك رهوه القادمة راشد بن خليفة المر النيادي يحتل المركز السادس، المركز السابع أتابع هنا الانطلاق والاندفاع، المركز السابع مع فن سالم بن علي بن طناف الدرعي يتقدم أبو إبراهيم في هذه اللحظات على المركز السابع، المركز الثامن ثامن التحديات من وصلت الآن وانطلقت هنالك السيوف، حسن بن محسن بن ذيب آل رزق يتقدم الآن، وأيضا هنالك الغزيل حمدان بن جابر بن هياي المنصوري على المركز التاسع وعاشر التحديات، هنالك عزايم علي بن حميد بن محمد الجديلي يتقدم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام ونداءنا الأول لمسيرة شوطنا الحادي عشر، وليست النتيجة النهائية لن يرى التحديات هنا على مقدمة الشوط. يا سلام، أسير إلى المركز الأول وهنالك من انطلقت على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط تتواجد شواهين منصور بن سعيد آل سالمين المنصوري، وهنالك الشايبة الشايجة هنالك مبارك بن محمد بن زيتون المهيري يقدم الشايبة على المركز الثاني، المركز الثالث انطلقت الآن وتقدمت رهوة راشد بن خليفة المر النيادي على المركز الثالث، المركز الرابع هنالك مسعفة تقدمت الآن سلهودة علي بن حمدان بن سالم الوهيبي، وصل أبناء السلطنة يتقدم في هذه اللحظات، وأيضا هنالك من وصلت الآن وانطلقت اليمامة عبد الله بن علي بن محمد الشالولي، وصل الشالولي أبو خالد يتقدم الآن، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، وأيضا هنالك من وصلت هذه اللحظات وانطلقت مشاهدينا متابعين الكرام الشايبة صالح بن بخيت بن محمد بن أخويتم المنهالي. أعود إلى مقدمة الشوط، إلى شعار الوهيبي ينطلق على المركز الأول مع سلهودة علي بن حمدان بن سالم الوهيبي، ولكن هنا من غير على مقدمة الشوط، انطلقت الشايبة صالح بن بخيت بن محمد بن أخويتم المنهالي الله يا المنهالي، ووصلت الآن انطلقت الشانية مانع بن غدير بن علي الوهيبي يتقدم الآن مقدمة الشوط، هنالك الانطلاق الأول الاندفاع الأول الشايبة صالح بن بخيت بن محمد بن خويتم المنهالي، ولكن دير بالك الشاهنية هادي بن مسعود بن هادي آلف هيدة المري، وصل آلف هيدة ينطلق الآن على المركز الثاني، المركز الثالث الله يا سيوف حسن بن محسن بن ذيب الرزق، اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة تحديات الحقائق تحديات هذا الانطلاق، الشاهنية أحمد بن محمد بن دغاش العامري يتقدم بن دغاش، انطلق بن دغاش على المركز الأول على الانطلاق الأول والاندفاع الأول، الشاهنية أحمد بن محمد بن دغاش العامري، الناموس مع العامري، العامري يختطف ناموس الشوط الحادي عشر، الشاهنية أحمد بن محمد بن دغاش العامري، تهانينا والناموس المركز الثاني، وصلت مع ثاني المراكز الشايبة صالح بن بخيت بن محمد بن خويتم المنهالي، المركز الرابع الشاهنية أم الثالث الشاهنية هادي بن مسعود بن هادي آلف هيدة المري، المركز الرابع الشاهني ناجم بن علي بن راشد الغيلاني، وخامس المراكز وصلت هملولة
عبيد بن علي بن سليم الجنيبي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. التوقيت الزمني 4 دقائق 34 ثانية 8 أجزاء من الثانية هو توقيت الشاهنية أحمد بن محمد بن دغاش العامري المركز الثاني. ثاني المراكز وصلت الشايبة صالح بن بخيت بن محمد الخويتم المنهالي. التوقيت الزمني 4 دقائق 36 ثانية 8 أجزاء من الثاني. تهانين والناموس المركز الثالث. وصلت الشاهنية هادي بن مسعود بن هادي آلف هيده المري. التوقيت الزمني 4 دقائق 37 ثانية وجزءا واحدا من الثانية.